ودعيت عليهم فتوفوا الأربعة في يوم واحد. قصة مأساوية ودعوة في لحظة غضب بتدفع ثمنها أم عايشة بالحسرة والألم. تطلعوا في نعش واحد يا رب. دعوة أم تسببت في وفاة أربعة من ولادها في يوم واحد، ومن ساعتها وهي عايشة في المقابر. ظنن منها إن ده يخفف عليها شعور الندم ويكفر لها ذنبها. القصة دي اتحكت على لسان واحدة ست اسمها أم أيمن، واللي عايشة في وسط المقابر من سنين، وقالت إنها كان عندها أربع أولاد، سيد وده أكبرهم واللي كان في أولى ثانوي، وهدى وإيمان وهند ودي أصغرهم واللي كانت في رابعة ابتدائي. في يوم كانوا بيلعبوا كوتشينة في البيت وهي متعودة منهم على الشقاوة، فكانت على طول بتدعي الدعوة دي وهي مش مدركة حجمها ولا إنها ممكن فعلا تتحقق. بس في لحظة كل حاجة اتدمرت بعد ما حصل حريق وانفجار كبير جدا بسبب سلك عريان كان في البيت، ومن وقتها وهي عايشة بالحسرة. ادعوا لهم بالرحمة.